أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. اقتحم المستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة عيد الأنوار الحنوكا العبري، وسط تظاهرة احتجاجية نظمها العشرات من المرابطين مقابل باب المغاربة. وأوضع حراس المسجد الأقصى أن 68 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية وقاموا بجولة في ساحاته. قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن القرار أو مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن تضمن هفوات خطيرة هبطت بسقف المطالب والمواقف والثوابت الفلسطينية المتعارف والمتفق عليها. وكما طالب البرغوثي في تصريح لوطن الأنباء السلطة الفلسطينية بالتوجه الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها وإجراءاتها المخالفة لكل القوانين الدولية. موضوع حق اللاجئين في العودة ضعيف جدا وخطير، وما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية تركها للتفاوض يدل على مخاطر كبيرة. نحن برأينا أنه كل موضوع مشروع القرار وصل إلى نتيجة مأساوية، ولا يجوز أبدا التذرع بالذهاب إلى مجلس الأمن كبديل عن القيام بالواجب وهو التوجه الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية. قال مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فراونة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال 85 أسيرا وأسيرة من محرري صفقة شليط، موضحا أنها ما زالت تحتجز 70 منهم في سجونها، من بينهم 3 أسيرات، فيما أبعدت 4 إلى قطاع غزة. كما طالب فراونة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية بالاهتمام في هذه القضية والعمل بشكل فاعل وحثيث لضمان إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم. في موضوع آخر، وعلى شرف اختتام فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية ومنتدى المنظمات الأهلية المناهضة للعنف ضد المرأة جلسة استماع اليوم في مدينة رام الله لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات. بدنا رجال وقيادات للمستقبل. فهذا الأسبوع والميزانيات اللي بحطوها القنصلية الأمريكية والأبد إيست طبعا بيعزز هاي الفرص وبزيدها، بيعزز فرص توفر بعثات وتوفر مجالات للدراسة. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن تضعف فرصة هطول الأمطار مع ساعات صباح يوم غد الثلاثاء، واعتبارا من ساعات الليل تهب تدريجيا الرياح الشرقية لتزيد الأجواء برودة وجفاف. وفي يومي الأربعاء والخميس يستمر تأثر البلاد بالرياح الشرقية، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا وباردة ليلا. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.